وكوبر يستقر على تشكيل المنتخب أمام غانا، وأمال كبيرة على صلاح. استقر هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب الوطني على التشكيل الذي سيخوض به مباراة غانا، والذي لن يخرج كثيرا عن عصام الحضري في حراسة المرمى، وأحمد فتحي وأحمد حجازي وعلي جبر ومحمد عبد الشافي في خط الدفاع، ومحمد النني وطارق حامد ومحمود تريزيجيه وعبد الله السعيد ومحمد صلاح في خط الوسط، وباسم مرسي في خط الهجوم. ويضع كوبر آمالا كبيرة على بعض نجوم المنتخب، أهمهم محمد صلاح نجم روما الإيطالي، لكونه الورقة الرابحة للفريق، خاصة بعد تألقه اللافت للنظر في الكالتشيو في الفترة الأخيرة، وقدرته على قيادة الفراعنة لتحقيق الفوز.